كالآتي: لازم تبقى عارف إن السترينج، لو عندك سترينج لو عندك سترينج اس ايكوال حمزة، اوكي، لو قلت لك هات لي اول حرف في السترينج دوت بتقول ايه؟ اول حرف بتقول ايه؟ اس دوت شار ات، شار ات ايه؟ زيرو. كده يجيب لك اول حرف. طب لو قلت لك هات لي اخر حرف، ها تقول اس اللي بتشار ات ايه؟ شار ات ايه؟ محدش يقول لي اس بتشار ات 4. لو قلت لي اس بتشار ات 4 يبقى انت هتجيب على اساس ان الكلمه حمزه، لا انا عايزها جينيريك، يبقى بالظبط كده زي ما احمد قال، تبقى اس دوت لينث. اشتغل بقى شغل ايه؟ شغل ناس كبار، نقول اس دوت لينث ماينس 1 عشان انا مش عارف السترينج اللي داخل هيبقى ايه. اوكي، يبقى اول واحد دوت بيجيب الفيرست كاركتر، ده بيجيب اول حرف في الكلمه، وده بيجيب اخر حرف في الايه؟ اخر حرف في الكلمه. اتفقنا؟ طيب لو عاوز اشيل اول حرف في الكلمه هكتب ايه؟ افرض قلت لك شيل لي حرف الاتش، تقول لي ايه؟ ها تقول لي اس دوت سبسترينج. ممتاز ممتاز يا احمد، يعني اس دوت سبسترينج اوف 1 كده، ده يشيل لك اول حرف في الكلمه. طب لو عاوز اشيل اخر حرف في الكلمه اقول له ايه؟ اس دوت سبسترينج اوف ايه؟ عايز يشيل اخر حرف في الكلمه، اوف ايه؟ اوف زيرو وكام؟ واس دوت لينث ماينس 1. ليه الكلام ده معناه كده؟ انا لما اقول لك شيل لي اول حرف من الكلمه بتقول لي اس سب سترينج اوف 1، يعني هتيجي من اول واحد وتقطع لحد الاخر، يطلع لك امزه، اوكي؟ فده بيشيل اول حرف، بيشيل اول حرف، اوكي. طب لو عاوز اشيل اخر حرف هتقول لي انت هتبدا تقطع من اول الصفر لحد الاربعه، والاربعه اللي هي اخر حرف مش انكلودد، فهيجيب لك حمز، حمز بس. فقلت له ابدا من اول الصفر لحد اخر حرف لو اس دوت لينث ماينس 1، فده بيشيل اخر حرف. طب لو عاوز اشيل اول حرف واخر حرف في نفس الوقت، سهله بقى، استنتاج. اقول له ايه؟ اقول له اس دوت سب سترينج ايه؟ ابدا من اول الواحد واس دوت لينث ماينس 1. ممتاز، فده بيشيل اول واخر حرف. لو كده بيس، قولوا لي بيس كلكم عشان ايه؟ نبدا في حل المساله. ده بيشيل اول واخر حرف. حلو، كلنا كتبنا بيس كده يا جماعه، كل الناس اللي معانا اونلاين، احنا 6 دلوقتي اونلاين، اوكي، كل الشباب معايا. طيب ممتاز جدا، تعال نشوف السؤال بقى بتاعنا، نحل السؤال بتاعنا. انا السؤال بتاعي بيقول ايه؟ عندك تو سترينج، عندك تو سترينج مثلا اس 1 في مثلا عمرو،
اس 2 في دينا. اوكي انا عايز في الاخر يطلع لي ايه؟ يطلع لي سترينج في عمر زي ما هو، ودينا تكتب العكس A N I D، دينا تكتب الايه بالعكس. واضح كده يا شباب السؤال؟ واضح السؤال عايز ايه؟ طبعا مطلوب ريكيرجن. حلو قوي. انا اول حاجة هقول له ايه؟ طبعا هيتحل بطرق كتير بس انا هاخد اسهل طريق. هقول له public انا هكتب الحل وبعد كده هنناقشه سوا. ينفع تعمل يا احمد 2 ميثود بس احنا عايزين نحلها في 1 ميثود. اوكي فانا هقول له ايه؟ public ايه؟ public static. طب هي void ولا بترجع حاجة؟ ها void صح؟ لا انا بقولك بترجع عمر ودينا مكتوبة بالعكس، بترجع string. صح صح كده معايا؟ خلاص يبقى بترجع string وهنسميها مثلا rev reverse. خلاص وبتاخد string s1 string s2 اللي هما الاسترنجات بتاعتي. وتعالى ناخد السبيشال كيسز اللي هي الكيسز السبت. افرض التو سترنج كانوا سبيسز فاضيين، يعني افرض كان اس 1 دوت لينث، هتقول لي ايكوال ايكوال اس 1 دوت ايكوال ايكوال، لا اللينث بتاعه لو كان ايكوال ايكوال صفر اند اس 2 دوت لينث كان فاضي، يعني لو كان ده فاضي ودوت فاضي. تخيل كده عندك يا شباب التو سترينج اللي هنا، التو سترينج دولت كانوا ايه؟ فاضيين. هرجع ايه؟ هرجع سترينج شكله عامل ازاي؟ اكيد هرجع سترينج فاضي. اقول له ريتيرن، اقول له رجع، اقول له ريتيرن ريتيرن سترينج ايه؟ فاضي. لحد كده في اي سؤال؟ انا بقول لو كان الاثنين، لا يا محمد فرحات انا بقول لو الاثنين بسبيس مش واحد فيهم، لو الاثنين بسبيس يبقى هترجع سبيس. لحد كده في اي سؤال؟ ده فيري سمبل كيس، ان لو الدنيا كلها فاضيه رجع فاضي. طيب الكيس اللي بعدها، لو كان اس 2 هو اللي بسبيس، همسك واحد واحد بقى لوحده، دي بقى الاوريا يا محمد يا فرحات. هقول ايه؟ لو S2 كان هو اللي فاضي، يعني دلوقتي عندي S1 في عمر و S2 كان سبيس، لما اجي اعمل ريفرس هرجع ايه؟ هرجع عمر صح؟ تاني تخيل عندك عمر و S2 دوت فاضي، اكيد هريتيرن S1 زي ما هو. هريتيرن هريتيرن S1 زي ما هو. لحد كده في اي سؤال؟ في اي مشاكل؟ كله معايا والدنيا ماشيه كويس؟ طيب طيب اف 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 كونديشن ثانيه، اف اس 1 كان هو اللي فاضي، يعني كان اف اس 1 دوت لينث ايكوال ايكوال صفر، يعني كان اس 1 هو اللي فاضي. هل لو اس 1 دوت، هل اس 1 دوت لو كان فاضي هل ينفع اقول له ريتيرن اس 2؟ لا يا احمد ما ينفعش اقول له ريتيرن اس 2، لان اس 2 فيها ايه؟ فيها دينا. هرجع دينا زي ما هي. انا عايزه يرجع لي اس 2 بالعكس، ما اقدرش اقول له ريتيرن اس 2 كده على طول، لان هو بيرجع اس 2 بالعكس. اكني عايزه ريفرس اس 2، هعملها ازاي؟ هقول له والله هات لي اخر حرف في اس 2. اخر حرف فين؟ في اس 2. اخر حرف في اس 2 اللي هو ايه؟ اللي هو هقول له ريتيرن S2 dot char at، تعلمنا بقى ازاي نجيب اخر حرف، char at S2 dot length minus 1. وان ده انا كده بحاول اعكس S2، فعشان تعكس S2 لازم تجيب اخر حرف
وبعد كده تنده ريفرس تاني وتشيل اخر حرف دوت. واتعلمنا ازاي نشيله فوق، ان انا بقول اس 2 دوت سب سترينج اس 2 دوت سب سترينج، ابدا من اول الصفر، واس 2 دوت لينث ماينس 1. اوكي هقول له بقى ايه، اعمل لي ريفرس وخد لي اس 1 زي ما هي، بس اس 2 اعمل لها سب سترينج وشيل لي منها اول ايه، اول حرف. اوكي يبقى تاني السطر دوت هدفه اعمل ايه، السطر دوت هدفه ان انا اجيب اخر حرف لو حرف الدي واحطه، وانده ريفرس تاني واديها اس 1 واس 2 دوت سب سترينج، ابدا من زيرو وشيل اخر ايه، اخر حرف. else بقى، else يعني معناها ان اس 1 فيها انفورميشن، يعني اس 1 فيها عمرو مثلا، حلو، فمحتاج عمرو دوت اللي هو اس 1 هيتحط زي ما هو، فعشان يتحط زي ما هو مش بجيب اخر حرف، بجيب اول حرف، بقول له اس 1 دوت تشار ات 0 بلس، انده لي ريفرس مره ثانيه وخد لي من اس 1 اول حرف، يبقى اس 1 دوت سب سترينج اوف 1 واس 2 زي ما هي، وكده يبقى الحل خلص. طب الحل ده يعني ممكن بس نفهمه مع بعض واحده واحده، يعني ناخده كده ستيب باي ستيب كده وبالهداوه، حتى نعمله تريسنج، حتى نستفاد بالتريسنج، نراجع التريسنج سوا. اوكي معايا يا شباب؟ طيب انا هفترض ان عندي دوت الكود قدامنا وهعمل تريسنج ليه، هقول ان انا دخل لي، هفترض كده دخل لي اس 1 دوت، ثانيه واحده، هفترض ان انا دخل لي اس 1 دوت، افترض اس 1 ده داخل لي فيه عمر، حلو، واس 2 ده داخل لي فيه نور. اوكي معايا لحد كده يا شباب؟ معايا لحد كده؟ ركزوا معايا بقى هعمل تريسنج ازاي. يبقى اس 1 فيها عمر واس 2 فيها نور، دي اس 1 ودي اس 2. طيب اول خطوه، هل اس 1 دوت لينث ايكوال صفر او اس 2 دوت لينث ايكوال صفر؟ لا. هل اس 2 دوت لينث اللي هي نور بصفر؟ لا. هل اس 1 دوت لينث ايكوال زيرو؟ لا برضه، هيخش في الالس الاخيره. الالس الاخيره هتعمل ايه؟ هتاخد اول حرف، اول ريتيرن هترجعه، هتقول هات لي اول حرف في شارع زيرو في اس 1، فترجع لك حرف الاي، حلو كده، وتنده ريفرس مره تانية، بس هتديها اس 1 متشال منه اول حرف، يعني هتديها ام ار، هتديها ام ار وتديها اس 2 زي ما هي، تديها ايه، نور. المره اللي بعدها اس 1 بام ار واس 2 بنور، هل هما بصفر؟ لا. هل اس 2 بصفر؟ لا. هل اس 1 بصفر؟ لا، هيخش في الالس، فالالس هتجيب اول حرف المره دي اللي هو حرف مين، ها، اول حرف المره دي اللي هو حرف مين، اول حرف اس 1. يا سلام عليك يا خالد، يا سلام عليك يا شباب، حرف الام. وبعد كده تنده الميثود تاني وتشيل الحرف دوت وتخلي لي حرف الار ونور. طب هل هما بصفر؟ لا. هل اس 2 بلينس بصفر؟ لا. هل اس 1 بلينس بصفر؟ لا. هيخش في الالس، يجيب لي حرف مين، حرف الار، ويخلي لي دوت بايه، بصفر. خلاص ده بقى فاضي خالص. فدلوقتي اس 1 بقى بصفر واس 2 فيها نور، اس 1 دوت لينث بصفر اند اس 2 لينث بصفر؟ لا. اس 2 دوت لينث بصفر؟ لا. اس 1 دوت لينث بصفر؟ يبقى اخش في الكونديشن مين، اخش في الكونديشن دوت ان اس 1 بصفر. طب هعمل ايه ان اس 1 بصفر؟ هجيب اخر حرف، اخر حرف في اس 2، اخر حرف في اس 2 اللي هو حرف مين، ها،
حرف الار. يا سلام عليكم. وبعد كده عندي الميثود تاني، والميثود ديت الريفرس هبصلها اس 1 اللي هو فاضي، وهبصلها اس 2 من غير اخر حرف اللي هي الان او، واخش تاني بالان او وفاضي. هل اس 1 واس 2 فاضيين؟ لا. اس 2 فاضي؟ لا. اس 1 فاضي؟ ايوه. هعمل ايه لو اس 1 فاضي؟ هياخد اخر حرف اللي هو حرف ايه؟ حرف اس 2 اللي هو حرف الايه؟ ها؟ حرف الاو. وبعد كده هشيله وانده الميثود مره تانيه بحرف الان، واحط حرف الان لحد ما يبقى تو سترنج الاثنين فاضيين، فيخش في الستوبنج كونديشن اللي هو دوت. هيحصل ايه؟ يبقى انا كده خلصت المساله بتاعتي. هيرجع عمرو ار او ان، يبقى هو عكس الكلمه التانيه. اتمنى كده يكون الحل واضح وتكونوا فهمتوه واستفدتوا منه. اوكي، الفيديو دوت مسجل وهينزل على دلوقتي. لو عندي ميثود بتاخد سترينج وبتاخد حرف، اوكي، بتاخد حرف مثلا الايه، اول سؤال عايزك تشوف لي حرف الايه دوت موجود كام مره في السترينج دوت ريكيرجن. فهتقول لي الاتي، تقول لي public. ركز معايا خالد، ركز معايا شباب في المساله دي. انا في نفس المساله هديكوا كذا فكره. تاني انا باخد سترينج وحرف، بشوف الحرف موجود كام مره في السترينج دوت، فبكتب public static void. void ولا انت؟ صحيح انا بقول موجود كام مره، void ولا انت ولا دبل ولا ايه؟ ها يا سلام، ايوه كده مصحصح. لا يا احمد، انا بقول لك عد لي موجود كام مره الحرف الايه دوت موجود كام مره في السترينج دوت، فبرجع عدد. خلاص هسميها count بتاعت ايوه. طب ثواني كده يا جماعه، خليكم معايا ثانيه واحده. موجود كام مره؟ فهاخد string الاس، وهاخد انتج، وهاخد char سي اتش اللي انا بدور عليه. واول حاجه هقول ايه؟ والله لو السترينج خلص مني، يعني لو اس دوت لينث، وده دايما الستوبنج كونديشن بتاع ريكيرجن كانت بتصفر، يعني لو سترينج فاضي هرجع العدد بكام؟ يبقى الحرف ده اكيد مش موجود، او خلاص ما بقاش موجود، اقول له ريتيرن زيرو. خدت بالك انا برجع زيرو عشان برجع انت، لكن لو برجع سترينج هرجع دبل كوتس فاضي، يعني عشان ده انت برجع زيرو. لو ده void هتكتب return بس سيمي كولون من غير ما تكتب اي حاجة. تاني لو برجع انت تكتب return zero، لو برجع void تكتب return بس. اوكي، else بقى هعمل ايه؟ else عاوز اجيب اول حرف واشوف الحرف ده، حرف ال L دوت عايز اجيبه واشوف حرف ال L دوت هو اللي انا بدور عليه. فقلنا عشان نجيب اي حرف بنقول ايه؟ بنقول char ch مثلا، char c مثلا، او اسميه current الحرف الحالي مثلا. هيقول s dot char at a، ها char at a بصفر. وبعد كده بعمل condition، لو هو ال current دوت هو ال ch اللي احنا بندور عليه، يبقى انا كده لقيته كام مرة؟ لقيته مرة واحدة. فهقول له ايه؟ هقول له return رجع لي واحد، يبقى انت كده لقيته مره واحده. وعايز اقول له دور في باقي السترنج، اقول له كاونت، وحته كلمه باقي السترنج دي معناها اس دوت تشار اس دوت سب سترنج. خلاص انا شفت اول حرف، اقول له سب سترنج اوف 1، شيل لي اول حرف ودور لي على سي اتش. طب الس، افرض ما كانش نفس الحرف دوت، في الس هقول له ريتيرن رجع لي، هقول له return، هقول له هو ثانية واحدة عشان هو بيتحرك مني، حاول بس ارفعه فوق شوية. else هقول له return رجع لي صفر. صفر معناه انك ما لقيتوش ولا مرة، حتى ما لقيتوش المرة دي يعني. زائد count s dot
substring of 1 و CH. يبقى انا بقول له في الاول لو هو سترينج فاضي هترجع صفر، إلس هات الحرف بتاعنا، لو الحرف بتاعنا لقيته هترجع واحد زائد عد لي في بقيه السترينج. معنى كلمه بقيه السترينج انك تعمل سب سترينج وتشيل اول حرف. طب ما تيجي نعمل تريسنج عشان نفهم بس الكلام ده. ثانيه واحده بس، شوف القلم.